نحن بالذات الراشدين الكبار ألا نخطئ؟ كلنا ذلكم الخطاء، أخطأنا كثيرا ولا نزال نخطئ. أعرف هذا وتعرفون هذا صحيح؟ هل خشي أحدكم أو أحدنا على نفسه يوما أن يحطمه الخطأ، أن يكون خطأ بلا عودة؟ لا، دائما يخطئ ويعلم أن هذا الخطأ لن يحطمه ويعوب إلى التوبة. كلما ضعف طبعا يخطئ، يعوب إلى التوبة ويعلم أنه لن يحطمه لأن التوجه عنده سليم. صحيح؟ النبي قال مثل المؤمن صلى الله عليه وسلم كمثل الفرس المربوط بآخيته. الآخية هذه أو الآخية هي الوتد، لكن يكون في الحائط، إن كان في الأرض سمي وتدا، إن كان في الحائط سمي آخية. فالفرس المربوط بآخيته ماذا يفعل أو ماذا تفعل أيها الإخوة؟ تجول أقصى اليمين ثم أقصى اليسار، لكن الوجهة مضبوطة والمكان محدد، انتهى. المؤمن كذلك يجول أقصى اليمين أقصى اليسار، يعود ثم يعود، لأن التوجه سليم. أين الضلال؟ أين الكارثة؟ حين لا يكون التوجه ماذا؟ موجودا. هنا المصيبة، هنا التحطم الحقيقي للشخصية، هنا تقويض أركان شخصية الإنسان. الإيمان أيها الإخوة يعطينا بفضل الله التوجه السليم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. حتى الظالم هو من المصطفين من عباد الله، لأن عنده الكتاب، يقرأ الكتاب، يسمعه في التلفزيون في الراديو، يسمعه من الناس، يسمع آيات الكتاب. من الصعب أن يكون ذلكم الضال ضلالا بعيدا ومبينا إن شاء الله. لا، هو يضل ضلالا نسبيا ومرحليا، ما دام التوجه سليم سيصل، لكن هذا سيصل إلى لينز بعد ساعتين، وهذا سيصل بعد 20 ساعة، لكن سيصل سيصل. وهذا هو جوهر مذهب أهل السنة والجماعة، كل موحد وعنده أسر اعتقاد السليم سيكون في النهاية من الناجين، وهذا صحيح، وهذا تقتضيه رحمة الله وفق هذه الفلسفة التي شرحنا وذكرنا أيها الإخوة. طيب، نحن لم نخشى ولا نزال لا نخشى على أنفسنا أن تحطمنا أخطاؤنا. لما نستفضع أخطاء أولادنا ونشعر أن الولد وبالذات البنت لو أخطأ فقد تحطم بالكلية؟ لما؟ تعرفون لماذا؟ لأننا فشلنا فعلاً أن نقنع أنفسنا في أننا نجحنا في تخريج أولاد، أبناء وبنات أيها الإخوة، ماذا؟ مستقلين، عندهم نقاط ارتكاز ذاتية، ينطلقون من قناعاتهم الذاتية المبررة، وأحياناً عبر تجربة الخطأ والصواب. لم نفعل هذا منذ البداية، حميناهم عن كل شيء، منعناهم من كل شيء، وظننا أن هذه التربية، فهمتم؟ نخاف عليهم من الصورة ومن الكلمة ومن الهمزة ومن النكتة ومن الصاحب ومن الشارع، من كل شيء. لم ننجح، كبروا أيها الإخوة وهم شعروا بفراغهم وبأنهم هم فراغ سحيق، فشعروا بالنقمة علينا، على هذا الأب وعلى هذه الأم.